معرض الموسم الخامس لحملة إقرأ، البيان المبين لغاية تحقيق المراد، حيث الهواء والنسيم شكله وإرجه رائحة طيب الكتاب التي منها عتيق زمان وحديث عهد. فكل من مر بالمعرض حضنت يداه كتاب بادله الحب والدفء. فالكتاب كالحب، لا يعرف صغيرا ولا كبيرا إلا واغدق عليه، وهذا ما كنا شاهدين عليه في المعرض الذي فيه كل صغير وكبير منهمك في البحث عن الضالة، الكتاب الذي سيكون رفيقا وأنيسا وخير جلس. فالزائر في هذا الملتقى الثقافي إذا أراد التطلع إلى العالم فكل أركانه وزواياه تحمل نوافذا تطل به للعالم الآخر، أما إذا أراد الإبداع في الرسم فليولي وجهه شطر الجانب الشرقي، حيث الفن يتحدث بلسان ريشة الفنانة الشابة فتحية يوسف التي عبرت عن ألم الكتاب وعوالمه السبع بمعية رسمة الفتاة المفتخرة بكبريائها، فصارت شغلا شاغلا للكثير من المتأملين لهذه الصورة الذين أغرقهم الجمال. وبين هذا وذاك يأتيك حديث التقنية والتكنولوجيا ليعيش البعيد مع القريب، الحدث عبر شاشات الهواتف الذكية، وتوثيق كل ما حدث وما صار في موسم إقرأ الخامس ليكون ذكرى ومرجع. ومن ابتقى الكتب الإلكترونية فإن هناك جزء لا يتجزأ من المعرض حمل هذه المهمة على عاتقه، بينما تعيش أيضا ثنايا المعرض مؤتمرات ومحاضرات شأنها أن تجسد للزوار والقراء ثقافة إقرأ. حيث المشاركة طبعا دور النشر في السنوات الماضية كانت تشارك بصورة كبيرة جدا، لكن هذا العام تعثرت دور النشر كثيرا، لعل بالوضع الاقتصادي أو ما أدري أعذاره قبل إليهم. وبالرغم من كل هذه الصعاب استطاعت حملة إقرأ بأن تثري النفوس وتجذبها إلى عوالم فيها كل ما يفيد. هذه المرة الرابعة التي أحضر فيها المعرض، اشتريت فيها الكثير من الكتب، تعلمت مرافقة الكتب، تغيرت أفكاري وتغيرت أنا وارتقيت، يعني أنا سعدية قبل الكتب وسعدية بعد الكتب، في اختلاف كبير شاسع جدا. المعرض كان معرض جيد جدا أو ممتاز، لأنه بيحتوي على جميع أنواع الكتب. مثل هذا المعرض في الدول الثانية يعني هذه مثل عادات، أما هنا بتجد يعني يدوب بدأنا وإن شاء الله نتجدد ويعني أوسع من ده وأكبر. قاعة قصر الخامس عشر من يناير وأروقته، وأنت تسير فيها ستواجهك أيضا الحكم والأمثال التي تقول لك بشكل أو آخر اقرأ. هنا في جنبات ورفوف حملة اقرأ في موسمها الخامس يجد الكثير من الزوار أنفسهم وذواتهم الهائمة التي غالبا ما يجدها ما بين صفحات الكتب، ليهتدوا السبيل ويكونوا أمة تقرأ أمة خالدة. آدم حسن المكاوي، التلفزيون الوطني التشادي.